السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي ومتابعي برنامج صرخة ناشف في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم مع حلقة جديدة، حلقة مميزة النهاردة، لأن احنا كنا في أسبوع ساخن جدا في قطاعات الناشئين، أسبوع مليان بالأحداث القوية والمباريات القوية. شفنا خلال الأسبوع ده فوز كاسح لفرقة نادي الأهلي على إنبي امبارح، مواليد 2001 5-1. شفنا فوز كاسح لإنبي على مصر المقصة على النادي المصري البورسعيدي 4-1. شفنا تأجيل ماتش الزمالك والإنتاج الحربي اللي هو متصدر المجموعة في فرقة 2001 صاحب الرصيد 34 نقطة عشان ماتش الأهلي امبارح على ملعب الإنتاج الحربي. أحداث كتيرة قوي، وأبرز الأحداث الرياضية اللي حصلت الأسبوع ده هو تواجد الكوادر الرياضية على رأس القطاعات الناشئين في كل الملاعب. يعني شفنا الكابتن فتحي مبروك والكابتن إكرامي في ملعب نادي المقاولين العرب مع فرقة 2000، حاضر بقوة، موجودين بيتابعوا اللعيبة، وده بيدي تقل وبيدي احساس كبير للعيبه ان النهارده ان رئيس قطاع الناشئين بنادي الاهلي موجود معاك في كل حته، الكابتن اكرامي موجود معاك في كل حته. دي حاجه بتدي للعيبه تقل في الملعب، بتحسسها بالمسؤوليه الكبيره على عاتقهم. كنا معاكم كاميرا برنامج صرخه ناشئ في ملعب المقاولين العرب لتغطيه مباراه المقاولين والاهلي مواليد 2000 اللي انتهت بفوز الاهلي 1-0، ومعانا لقاءات حصريه من داخل استاد المقاولين العرب. حابين نشوف النهارده معانا تقرير مهم جدا مع الكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين. نخرج فاصل نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. اعزائي مشاهدي ومتابعي قناه الصحه والجمال في كل مكان، برنامجكم صرخه ناشئ النهارده معايا ومعاكم نجم نجوم نادي الاهلي والاسطوره الكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي. بنقول للكابتن فتحي مبروك اهلا بيك كابتن معانا في البرنامج. اهلا بيك وبرحب بيك وبرحب مجموعه العمل وكل مشاهدي قناه الصحه والجمال وبرنامج الجميل صرخة ناشئ. ربنا يخليك كابتن فتحي. طبعا النهارده في ماتش حضرتك بتحضره النهارده لفرقه 2000 بنادي الاهلي مع النادي المقاولين. تواجد حضرتك ده بيدي حمل كبير على اللعيبه على اساس ان الكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي. لا، هو من جزء من شغلي من اللوائح بتاعتي عندي ان انا بتابع الفرق كلها فنيا، واذا كان هناك اي شيء فني ممكن بعد المباراه بقعد مع المدير الفني للفريق وبنتكلم فيه وبنتكلم في بعض الايجابيات وبعض السلبيات اللي حصل في المباراه. وانا مطالب ان انا كل مباراه لازم ابقى موجود فيها على اساس برضو لو اي حاجه تحكيميه، اي حاجه اللعيبه في حاجات في كتير في الملعب لازم اتابعها، ولازم يبقى في دايما متابعه لفرق الناشئين عندي في النادي الاهلي. الناس كلها بتسال عن سر الطفره اللي حصلت في قطاع الناشئين في النادي الاهلي في وجود الكابتن فتحي مبروك ورئاسه الكابتن محمود الخطيب. والله الحمد لله، يمكن احنا برضو في نظام الحمد لله ماشيين عليه والناس كلها ملتزمه بيه، المديرين الفنيين والعمال والاداريين وكله ملتزمين بيه، ودي بتدي حياء ان النادي الاهلي في منظومه مش صح، النظام مش صح الحمد لله. يمكن لسه المسابقات طبعا ما انتهتش، ما نقدرش نجزم ان احنا ابطال ولا مش ابطال مسابقه، لسه بدري على المسابقات. فاتمنى من كل قلبي ان احنا نمشي في المسابقات كويس وناخد بطولات. الحاجه الثانيه اللي احنا ماشيين فيها برضو يمكن برضو قطاع الناشئين مع تنسيق مع الدرجه الاولى، ان احنا بننسق مع الدرجه الاولى ان بقى في بعض الناشئين بيطلعوا يتدربوا مع الفريق الاول وبيلعبوا ماتشات وديه، وفي متابعه حتى من الفريق الاول للقطاع الناشئين عندنا ان شاء الله عشان مستقبلا اذا كان هناك تدعيم للفريق الاول يبقى من قطاع الناشئين بالنادي. كابتن فتحي مبروك صاحب السبق دايما في اختيارات الناشئين لتصعيد الفريق الكبير. شفنا الكابتن رمضان صبحي، شفنا كريم بامبو، شفنا شبيطه، شفنا ناس كتير، تريزيجيه، شفنا ناس كتير قوي. الكابتن فتحي النهارده على راس المنظومه في قطاع الناشئين النادي الاهلي، هنشوف نجوم كتيره الفتره الجايه؟ والله اتمنى ذلك. ودلوقتي عندنا برده من قطاع الناشئين في محمد عبد المنعم وفي فخري، في ناس النهارده بتطلع الدرجه الاولى بتتمرن زي ما قلت لك، وهم يعني تحت منظار الدرجه الاولى، وان شاء الله مستقبلا. واحمد شوبير حارس المرمى، مصطفى احمد شوبير، وعندنا احمد طارق سليمان، يعني واخدين حوالي 5-6 من عندنا. اتمنى ان شاء الله ان مستقبلا ينضموا لفريق النادي الاهلي والجماهير تشوفهم وتستمتع بيهم ان شاء الله. الناس كلها يا كابتن بتسال دايما عن المشاكل في قطاعات الناشئين، عن اولياء الامور، عن المشاكل اللي بتواجه النادي الاهلي مع اولياء الامور. كابتن فتحي بيحب يقول ايه للناس؟ لا، انا طبعا انا بشفق على اولياء الامور، يعني بشفق على اولياء الامور واحترمهم واشيلهم فوق راسي، ولكن هناك حاجات انا يمكن ما بقاش معاهم فيها الدخول في الجانب الفني. دي اكتر حاجه بتزعجني، ان هو يجي ينتقد مدير فني او يوجه كلام غير منطقي للمدير الفني النبني ومش لا، انا بحترم الناس كلها، والناس كلها لازم تحترم ان بيبقى في مدير فني وفي مدرب وفي مساعدين. الناس كلها لازم تحترم ان المدير الفني اذا كان هناك لاعب يستحق يلعب هيلعب. فاتمنى كده من اولياء الامور ان شاء الله تكون عندهم حته ان يسيبوا الشغل، كل واحد يسيب شغل للمدير الفني والتقييم المدير الفني، لان ما عندناش ظلم، ما عندناش الوسايط، ما عندناش المجاملات. لا، دائما فرق المسابقات ما تلاقيش فيها مجاملات خالص، او لا احنا ممكن بنجامل
في بعض المراحل السنية الصغيرة 2009 2010 بنجامل، ولكن النهارده على حساب مسابقات دي انا شايفها صعبة جدا. فانا بشكر تاني على اولياء الامور وبحترمهم جدا جدا، ولكن سيبوا الناس تشتغل بارتياحية. تيشيرت الاهلي تيشيرت كبير على 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 الناشئ لما بيطلع بيتمرن بتيشيرت الاهلي، دي حاجه كبيره قوي للناشئ. كابتن فتحي مبروك يحب يدي رساله ايه للناشئين؟ لا انا رسالتي الناشئين اول ما بيلبس، يعني اول ما بيلبس خلاص هو جاي مقتنع، النهارده جاي مقتنع، جاي نادي اهلي. نادي اهلي ده نادي كبير، نادي عظيم، نادي الحمد لله يعني على الساحه الافريقيه والدوليه. فاللعيب النهارده بيبقى عنده رغبه، اللعيب بيبقى عنده رغبه النهارده هو عايز يجي النادي الاهلي. فالنادي الاهلي النهارده بيتحمله شعار بقى، يعني شعار التحدي والبطوله والسلوك والروح وكل هذه الامور بتغرزها في اللعيب الصغير وتغرزها في اللعيبه الصغيرين عشان يطلع يبقى عنده انتماء وولاء لناديه اللي هو اتربى فيه. وده اللي بيميز النادي الاهلي عن بقيه الانديه على وجه التحديد، اللي هي فكره ان هو زراعه البطوله وحب والمنافسه على البطوله من صغره، ان اللعيب ما فيش بطوله الاهلي بيخشها الا ما ياخدها. ما دي الحمد لله، ما خلاص طالما اللعيب اتربى في النادي الاهلي وطالما عرف النهارده قيمه النادي الاهلي واتربى وعايش داخل جدران النادي الاهلي بيبقى عنده خلاص دوافع البطوله، لان هو بيقتبس كل ده من الفريق الاول. يعني الفريق الاول دايما بيقدر حتى لو في مركز ثاني ثالث بيقدر يحارب لحد ما ياخد البطوله. فالنهارده كل الناشئين دي الحمد لله بتاخد هذا النهج من الفريق الاول، وده اللي اتمناه ان شاء الله السنه دي كل البطولات. يعني عايز اخد حضرتك بقى في سكه ثانيه خالص، لان برنامج صرخه ناشئ هو مختص بقطاع الناشئين، بس انا عايز اسال حضرتك عن النادي الاهلي والفريق الكبير. شايف الاداء مع فايلر شكله ازاي؟ شايف الاهلي في بطوله افريقيا ازاي؟ لا انا شايف الاداء الحمد لله في تحسن، الاداء والمستوى والنتائج بتدل على كده. النادي الاهلي في المقدمه، النادي الاهلي عمل ما شاء الله ماتشات كويسه جدا، لعب 7 ماتشات كسب الماتشات كلها، عمل سكور كويس، اداء رائع، الناس كلها مبسوطه منه سواء جماهيريا اعلاميا كل الناس مبسوطه. واذا كان هناك النجم الساحلي طبعا يمكن مش عايز اتكلم ان دي حاجه حصلت، يمكن حاجه طريقه برضو الحكم يعني ظلم النادي الاهلي فيها، ولكن مشوار النادي في البطوله الافريقيه انا بقول النادي الاهلي ان شاء الله قادر، ان شاء الله قادر على احراز هذه البطوله. يعني ان شاء الله ممكن السنه دي النادي الاهلي بقى يرجع البطوله اللي غايبه عن النادي بقى له اكتر من 6 سنين ان شاء الله. انا واثق تمام الثقه، لان برضو المجموعه عندنا تلعب مع النجم الساحلي في القاهره الهلال السوداني، فرقه برضو الفرقه اللي بتاع ايه بقى الاخيره دي اسم اللي هي في مجموعه الاهلي مجموعه الاهلي فرقه الكونغو دي، برضو هنقدر ان شاء الله نكسب هذه الفرق وان شاء الله النادي الاهلي يتصدر وياخد هذه البطوله ان شاء الله. شايف المنتخب مع الكابتن حسام بدر ازاي؟ لا هو بص الكابتن حسام جه في توقيت انا شايفه مش حلو قوي، يعني توقيت مش حلو مش حلو لتجميع الفرقه، مش حلو لتشكيل فرقه، مش حلو اختيارات، لان المنتخب الاولمبي كان طاغي في الفتره دي على المنتخب الاول. اختيارات المنتخب الاولمبي طبعا كبيره كويسه، لعيبه كويسه، وده ممكن كان الكابتن حسام بدري يعتمد عليه اعتماد كلي لولا هذه الفتره كان في البطولة الأفريقية تحت 23 سنة في القاهرة اللي خد المنتخب الأولمبي. فالفترة دي كابتن حسام مجبر على الاختيارات، هو لعب ماتشات يمكن لعب مع بتسوانا ولعب مع ليبيريا ولعب مع كينيا وجزر القمر. الناس مش راضية عن الأداء والناس مش مقتنعة بالنتائج، ولكن أنا شايف برضو الأداء إن شاء الله الفترة القادمة مع اختيارات الكابتن حسام برضو هتبقى فيه إن شاء الله دوافع كويسة جداً. واتمنى الاعلام يساند الكابتن حسام، اتمنى الناس كلها تساند الكابتن حسام، لان الكابتن حسام خبرته كويسه وبرده المجموعه كويسه عندنا، ان شاء الله نقدر نعدي ونعبر ونوصل ان شاء الله. مش عايز اطول على حضرتك، اخر سؤال بقى للكابتن شوقي غريب في اختياراته لاولمبياد طوكيو 2020، الناس كلها بتتكلم عن الثلاثه اللي رايحين المنتخب، هو لسه بدري بس احنا عايزين نعرف هي وجهات نظر، يعني وجهات نظر، وده اخي اولا واخيرا يرجع للمدير الفني الكابتن شاو غريب وجهازه الفني، لانه هو عنده النهارده البلاننج للفرقه، عنده النهارده كل مركز في مين المراكز اللي ناقصه عنده، هو ده اللي يقدر يستفاد بيها، مين اللي يقدر النهارده يرفع كيان هذا المنتخب الاولمبي ان شاء الله في طوكيو 2020. فانا وجهه نظري يمكن ممكن عايزين نعرف الثلاثه، وارد جدا ان يحتاج حارس مرمى، تمام، وارد جدا، يعني مع احترامي لمحمد صبحي جول كويس جدا جدا، ولكن برضو الدورات والبطولات الكبيره دي محتاجه برضو جول يبقى النهارده يدي ثقه للناس كلها، محتاج حد كويس وسط ملعب مع اكرم توفيق برضو الديفندر كويس. فانا شايف ان المناسب دلوقتي المناسب اللي ممكن يدي برضو اداء طارق حامد، عشان برضو نبقى منصفين يعني. الحاجه الثالثه يمكن اذا محمد صلاح، برضو محمد صلاح هيدي تقل للفرقه، هيدي جماهيريه لان اسمه عالمي دلوقتي على الساحه العالميه كلها وعلى الساحه الدوليه محمد صلاح هيدي تقل ويدي جماهيريه،
ويدي النهارده الناس تبقى مقبله على منتخب مصر، بتشوف منتخب مصر ان محمد صلاح بيمثل منتخب مصر الاولمبي في طوكيو 20. قلنا لكم بعد التقرير معايا ومعاكم النهارده الكابتن احمد سمير بيبو المدير الفني لفرقه 2005 بالنادي الاهلي. بنرحب بك يا كابتن احمد. اهلا بيك يا استاذ محمد، وانا سعيد ان انا موجود مع حضرتك النهارده. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. طبعا احنا كنا في تغطيه حيه لماتش الاهلي والمقاولين العرب، الكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع موجود بنفسه مع الفريق. حابب اتكلم عن الكابتن فتحي مبروك وعن المجهود اللي بيعمله في داخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي. لا الاول طبعا يعني انا مبسوط ان انا موجود معاك ومتشرف ان انا معاك يا حبيبي. كابتن فتحي مبروك من الناس المحترمه جدا اللي انت تقدر تتعامل مع شخص بيخاف علينا جدا، بيجمعنا دايما في الخير، دايما على طول بيكلمنا في كل حاجه من اول ما بدانا فتره الاعداد وهو موجود معانا من الاختبارات، يعني من بدايه الاختبارات. والله استاذ محمد كان هو اكتر واحد كان بيتعب فينا، يعني احنا لسه اشوف احنا صغيرين شويه كده وتلاقي كابتن فتحي اول واحد بيجي. يعني الاختبارات كانت بتبدا في النادي الاهلي في شهر 7 كده من الساعه 7 الصبح. كنا في اوقات او في ايام والله يا استاذ محمد بنخلص الساعه 6 6 اخر النهار، بنقعد من 7 الصبح ل 6، وهو اكتر واحد بيتعب فينا. تلاقيه هو اللي واقف على رجله دايما، ومشاكل واولياء الامور ولا ابني ما اتخذش، وبيدافع عن الناس وبيتكلم، وواحد يخش له تاني يقول له عايز اشوف ابني يجيبه لك تاني. ولا راجل بيتعب بشكل كويس جدا، وراجل عامل مجهود معانا بشكل كبير جدا. يمكن ما بدانا بقى فتره الاعداد هو دايما بيجمع المدربين ويعمل لنا ندوات تثقيفيه. يمكن احنا لسه دلوقتي حالا كان معانا كابتن محمود عثمان الحكم الدولي، عامل جايب سمير محمود عثمان عامل ندوه تثقيفيه كده للقانون الجديد في كره القدم، ومجمع الناشئين كلها. لا انا اي مبسوط من الندوه، يعني حاجه جامده جدا، بيعلم الولاد حاجات كويسه جدا، بيعلم المدربين، بيعلم الاداريين، والراجل شغال معانا بشكل جيد. يمكن حتى في الملعب، يعني هو الراجل ما بيسيبناش في الملعب بعد فتره الاعداد والمباريات الوديه، الراجل بيجي معانا بيكلمنا. هو عمره لا جه مثلا قال لي في مره احمد نزل مين ولعب مين، ولكن هو كمدير قطاع ناشئين بيجي برده بنستفيد من خبرات. ده راجل نجم كبير، وراجل درب واشتغل بشكل كبير جدا. يمكن انا ليا موقف معاه الاسبوع اللي فات، لا يا احمد انا عايز اقول لك على حاجه، المفروض الولد ده يعمل كذا وده. انا ببقى مبسوط جدا ان واحد بقيمته موجود معاكم في كل على طول في التمرين والمباريات. يعني حضرتك 2005 متواجد، ما كان موجود في فرقه 2000 على طول في كل المباريات، على طول في كل المباريات، يخلص ماتش يروح 2001، يخلص ماتش يروح 2002. يعني برضو مش عايز ابخس حق الكابتن هشام حنفي، نفس طبعًا الكلام طبعًا. هشام من الشخصيات الجميله جدا بقى، اللي هو يعني يعتبر قريب من سننا شويه، ولكن هو صاحبنا وجدع جدا وراجل جدا وشغال معانا بشكل جيد جدا، وبرده صاحب بقى المجهود الكبير جدا اللي ما سابليش ماتش لغايه دلوقتي اللي انا مش عارف اقول له ايه بصراحه، كابتن اكرامي. يعني كابتن اكرامي بنلعب في التجمع معايا، نلعب في الماظه معايا، نلعب عندنا في النادي الاهلي متواجد معانا، تلاقيه موجود قبلينا طبعًا. مع الكابتن فتحي ومع الكابتن هشام، احنا مسجلين معاه هنشوف لا إن شاء الله حاجه في يعني طبعا انت عارف النادي الاهلي منظومه جماعيه، في الفه وفي موده وفي محبه ما بيننا وما بين بعض، اهم حاجه مصلحه النادي، مفيش مصلحه اشخاص. فمهم جدا ان احنا بنمشي على نهج معين، ممكن الاشخاص بتزول ولكن كيان النادي الاهلي بيبقى موجود، سواء كابتن احمد سمير موجود او كابتن ياسر محمد ايم موجود او كابتن احمد سراج موجود او كابتن ياسر ريان، الناس دي كلها بتبقى موجوده. ممكن تبقى موجود السنه دي مش موجود السنه الجايه، بس وفي اسس وقواعد بتمشي عليها في النادي الاهلي عن طريق رئيس قطاع الناشئين ونائب رئيس قطاع الناشئين، فبتمشي على اسس ما بتخرجش عنها. فالراجل ده عامل شغل معانا جيد جدا جدا جدا، وانا بشكره وبقول له يعني ربنا يديك على قد تعبك. طبعا احنا بنشكر الكابتن فتحي مبروك. الكابتن احمد سمير بيبو احنا جبناه بناء على رغبه المشاهدين، الناس كلها كابتن احمد سمير اللي ما يعرفوش ده حد من ابناء النادي الاهلي، شغال في قطاعات الناشئين من 2006، صعد براعم كتير، صعد ناشئين كتير. احنا برنامجنا صرخه ناشئه كابتن احمد بنتكلم عن قطاعات الناشئين، يعني حابين ان احنا نستفاد بخبرات حضرتك في قطاعات الناشئين، حابين نستفاد برؤيتك الفنيه في قطاعات الناشئين. في بدايه الحلقه واول سؤال بقى طبعا بعد تحيه وتقدير الكابتن فتحي مبروك، عايز اسال حضرتك رؤيه حضرتك وانت بتختار في اللاعبين في مرحله البراعم، يعني بتختار على اي اسس بيبتدي الكابتن احمد سمير يختار عليها؟ بص يا حبيبي، هي في طبعا انت عارف مرحله اللي هي المرحله التاسيسيه خالص، اللي هي بتبدا من 5 سنين، ل5 سنين ل7 سنين، ده انت بتعلم الولد الجري، تنميه الاداء الحركي فقط لا غير، تعلمه التوافق، التوافق العضلي العصبي، بتدخل بقى انواع معينه بسيطه جدا من المهارات، يعني الجري بالكوره، التمرير بانواعه، التصويب بشكل طبعا بدائي بالنسبه للولد بما يناسب المرحله السنيه بتاعته.
المرحلة التانية اللي انت بتخش فيها اللي هي مرحلة من 7 سنين ل13 سنة، دي مرحلة اسمها مرحلة البراعم. مرحلة البراعم دي في اختيارك للاعب انت بتبص على المهارة الأساسية لكرة القدم، يعني ما بتبصش بقى هنا بقى للقوة وعناصر اللياقة البدنية، السرعة والرشاقة والمرونة، مع ان هي شيء مهم جدا في كرة القدم، ولكن مهم جدا في اختياراتك في السن الصغير اللي هو من 7 سنين ل13 سنة، المهارة الأساسية اللي هي التمرير بأنواعه والتحكم والسيطرة والمراوغة، واحد ضد واحد وواحد ضد واحد دفاع، واحد ضد واحد هجوم، مهم جدا. انت ما بيجيلك في اختبارات الناشئين ما بتبصش بقى ان ده يعني لا انا عايز جسم، ممكن تلاقي ولد عنده 10 سنين جسمه قوي جدا وعنده قوة جسم، بس لما بيجي بيجري بيجري على كعوب رجليه، وهش جسمه جامد بس هش وضعيف، فانت بتاخده ليه؟ لا انت لا ممكن تيجي لك ولد بقى قد كده بسفروته صغير كده وعنده سرعة بالكرة ومهارة وعنده شخصية وبيتحرك في مساحاته وبيتحرك. كل ما بتكبر في السن بقى المرحلة التانية اللي احنا دخلت فيها انا السنة دي اللي هي مرحلة قطاع الناشئين اللي هي 14 سنة، وبتبدأ ان انت بتخش على المساحات الواسعة. بمعنى ايه؟ لان برضو في السن الصغير من 7 سنين ل13 سنة قانون اللعبة هنا في مصر بيقول لك ان 7 سنين بيلعبوا 5 وجون، 8 سنين بيلعبوا 6 وجون، 9 سنين، كل ما بتكبر في المرحلة السنية كل سنة بتزود لاعب في الملعب، كل ما بتزود لاعب وكل ما بتزود مساحة. طيب عارف انت ما بتبقى في بسين وتتنقل البحر، المرحلة اللي هي بتاع قطاع الناشئين دي بقى بتبدأ تروح على الملعب الكبير اللي هي الـ11 اللي هي الشغل كله، اللي هو شغل المدرب بيبدأ يبان تكتيك وشغل ووقفة لاعب وحاجات تانية خالص ومفهوم تاني، ولكن بيبقى مع المهارة الأساسية بتعتمد اعتماد يعني مش هقول لك كلي، القوة والسرعة والرشاقة والمرونة، عناصر اللياقة البدنية، تخش على عناصر يمكن 14 سنه برضو لسه شويه لم يكتمل النمو الذهني ولا العضلي ولا العصبي، انت بتخش بقى في مرحله 16 وال17 وال18، هي دي المرحله اللي انت تبدا تدي الولد جرعات تدريبيه جامده جدا قويه جدا انت تشتغل معاه. يعني انا ابتدي مع الجرعات التدريبيه القويه من اول 16 سنه. 16 سنه صحيح، انت رمضان صبحي لاعب في النادي الاهلي عنده 16 سنه، اخر مرحله 16 سنه لاعب 17 سنه، هل رمضان صبحي ده مش اتمرن مع الفريق الاول بيخش الجيم وبيشغل؟ انما ما تجيبش ولد مثلا عنده 13 سنه تقول له انا هديك قوه بكل اشكالها يعني خش وشلي والبار والحديد ما ينفعش. انت بتعتمد اعتماد كلي وجزئي في السن الصغير ده على الفوتورك والكوردينيشن، توافق العضلي العصبي، ممكن تعمل القوة بتاعتك بس القوة اللي انت بتعملها بعزم الجسم. يعني ايه بعزم الجسم؟ يعني انا مثلا عايز اشتغل ضغط فبشتغل الضغط عندي هنا في السبات فبقف لان انا ما عنديش عضلة كاملة ان انا عايز احرقها، او لو بشتغل باعداد بسيطة جدا، يعني ممكن مثلا واحد يقول لك انا عايز 30، لا اعمل 5 اعمل ايه، ومن الثبات وضع الثبات بيبقى مفيد جدا. فعزم الجسم مع الشكل اللي انت بتعمله للسن الصغير مهم جدا، يعني ما تدخلوش جيم في السن ده تعمل له تشوهات في جسمه تقول له شيل لي البار ونزلني على 100 واعمل لي عضله 100، انت بتلعب كره قدم مش بتلعب العاب قوه ولا بتلعب جمباز ولا كابتن احمد سمير بيبو من الحالات القليله قوي في نادي الاهلي او في قطاع الناشئين بشكل عام اللي استمر مع الفرقه بتاعته 2005 من 5 سنين، مش كده برضو ولا انا غلطان؟ يعني انت شايف الاستمراريه المدرب مع الناشئين انت معاها ولا ضدها؟ بص هو الموضوع بتاعي مختلف شويه لان انا اتصعدت بيه من البراعم لقطاع الناشئين، فمهم جدا ان المرحله الاولانيه اللي المدير الفني بيطلع بفرقته من البراعم لقطاع الناشئين لو انت عامل معاهم شغل كويس وحافظهم بشكل كويس الاستمراريه معاهم بيبقى شيء كويس، بدليل ان انت النهارده انا يعني بفضل الله لاعبين 8 مباريات عندنا 24 بونت كاسبين الـ8 مباريات بتاعنا، مفيش ماتش الحمد لله لا قدر الله تعادل، يمكن داخل في مرمانا جولين وجايبين 70 هدف ما شاء الله، يعني فالدنيا معانا بسم الله ما شاء الله، يعني مش عايز اقول لك يعني نكسب 12 و14 كسبنا المقاولين العرب 4 كسبنا الاتصالات امبارح 4-0 برضو، نتائج بقى الفرق الثانيه بقى اللي هي مثلا حلوان وشاب تلاقي 10 تلاقي 12 تلاقي 9 تلاقي ده. فالحمد لله يعني الاستمراريه معاهم بيبقى فيه اليه في الاداء، يعني ايه خلاص انت بتكرر الشغل بتاعك انت طالع مع الولد من صغره، طلعت معاه صعدته الملعب الكبير بدات يعني فكره ان انا صعد ملعب كبير دي فكره تانية خالص. ايوه برافو عليك. هو سيستم، انت بتعمل سيستم تشتغل عليه من 6 وجون، يمكن انا كنت ماشي معاهم مثلا السيستم بتاعك اللي انت شغال عليه مثلا بلعب في الـ6 وجون بليبرو وباك رايد وباك ليفت واثنين في نص الملعب وراس حربه، ما جيت طلعت معاهم في الـ7 على نفس الشغل حطيت واحد في نص الملعب،
اما بتطلع تكبر في المرحله الثانيه اللي هي الثمانيه وجول، حطيت اتنين في نص الملعب، بعد كده زودت مساك على نفس الاسلوب اللي انت بتشتغل بيه مع متغيرات بقى في الكوره بقى، يعني ايه يجي لك لعيب كويس فانت بتعتمد على سرعته من الحته دي فبتشتغل. فمهم جدا ان انت تبقى حافظ ولادك. بيبقى ممكن انت بيجي مدرب تاني في الوقت ده مش حافظ امكانيات اللعيب ده ايه، فبيبدا ولد تاني بيدوس، يعني مش 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 قصدي ان هو يدوس عليه، يعني مش عارف امكانياته ولا قدراته ايه، ولكن الاستمراريه بشكل كبير جدا 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 لا انا ضدها، لان لازم المدرب لازم يشوف فرقه تانيه ويدي فكره لفرقه تانيه بس على الاقل يا كابتن السنه الاولانيه اللي هي السنه الاولانيه اللي هي السنه الاولانيه حتى لو انا ما كنتش ماسك الفرق في البراعم ومسكتها في القطاع في قطاع الناشئين سنه، ممكن يبقى لك سنه واثنين وثلاثه. انا بشوف مدربين، يعني مش عايز اذكر انديه، انا يعني في قطاعات الناشئين بنلف وبنشوف، بنشوف مدرب النهارده اول سنه يمسك في القطاعات فبيغير ملامح يعني ممكن يبقى حد عندك لعيب جامد جدا في مرحله البراعم، تيجي انت عشان انت ما كنتش عايش مع اللعيبه دي فبتبتدي تحط ده مكان ده وتعمل ده مكان ده. بص يا كابتن، طالما انت ماشي معاهم كويس وطالما الدنيا ماشيه معاك كويس وعامل نتائج كويسه، ليه ما تقعدش معاهم؟ ليه؟ يعني انا بكلمك في نقطه، اللي انت النهارده مثلا كابتن احمد سراج مثلا ماسك ال 2000 دي مثلا حوالي 4 5 سنين، الراجل عامل معاهم نتائج جيده جدا 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 جدا. ولكن بترجع بقى لرؤيه القطاع ورؤيه النهارده مثلا احمد سراج كان ماسك ال 2000، فالنهارده بيكلفوا احمد سراج يمسك ال 2001 عشان هم عارفين ان هو مدرب كويس. مش معنى ان هو من نزل 2001 فهو راجل قليل، لا ده راجل بيلعب جمهوريه، فعايزين يحطوا الراجل المناسب في المكان المناسب اللي بيعرف يجيب بطوله اللي بيشتغل كويس. ومش هدفنا البطوله رقم واحد في النادي الاهلي، طبعا النادي الاهلي طبعا متعود ان انت تاخد بطولات على طول، وده بنزرعها في الولاد بشكل جيد جدا من 6 سنين و7 سنين ونقول لهم هي معادله صعبه يا رجاله، احنا عايزين ناخد بطوله وفي نفس الوقت عايزين نوصل لاعلى درجه من الاداء الفني. يعني ايه اعلى درجه من الاداء الفني؟ ان احنا ننفذ شغلنا، ان احنا نقف في الملعب كويس، انتشار يبقى عامل ازاي، لحظه الكره معاك بتبقى عامل ازاي، وانت مستحوذ عندك الحلول ايه، لحظه الكره عليك والضغط على الخصم بتعمله بشكل جيد ولا لا، بتستخلص تحت بتعمل ايه، بتستخلص فوق بتعمل ايه. فمهم جدا ان انت يبقى عندك البطوله والاداء الفني. يعني ساعات انا مثلا بطلع كسبان 4 كسب الماتش 4 والنتيجه مش عاجبني، يعني النتيجه معقول 4 معقول بس الاداء مش عاجبك، مش عاجبني قوي، ما نفذناش الشغل بالشكل الجيد اللي انت كنت حاطه في دماغك قبل الماتش. ببقى قالب وشي على الولاد، هم حافظيني وعارفين، مش انا بس، مش احمد سمير بس، يعني حتى كاب فتحي ممكن يبقى زعلان، ممكن. خليني اسال حضرتك سؤال مهم جدا، احنا بنشوف دايما فرقه نادي الاهلي في قطاعات الناشئين اول واخد بطوله سواء جمهوريه او في مراحل البراعم، بس لما بنيجي بقى نصعد فريق كبير ما بنشوفش الناس دي. بص يا نجم، برضه انا ضدك في الموضوع بتاع اللي هو ايه، بنصعد لعيبه ومش احنا اكتر فرقه في مصر بتصعد لعيبه الفريق الاول. هتيجي تكلمني النهارده احنا ال 97 دي، مواليد 97 دي اللي كانت اخر فرقه الموسم اللي فات، ده فيها رمضان صبحي، ده فيها كريم نيدفيد، ده فيها ناصر ماهر، ده احمد ياسر ريان مواليد 98، تمام، ده اكرم توفيق 97، معلش انا اكمل، كل دول موجودين جوه النادي الاهلي واعارات وشغالين، منهم لعيبه جوه النادي ولاعيبه ماليه الانديه كلها بره النادي الاهلي، تمام. فانا يعني انا مش عارف اعدلك مين ولا مين، ده لسه في لعيبه ماليه الانديه كمان، يعني زي الجزار في 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 الجول، احمد حمدي اتباع خلاص ما بقاش على ذمتنا، انت بتتكلم في احمد ياسر ريان، اكرم توفيق، طبعا غير الثلاثه اللي بيلعبوا او موجودين عندك، محمد عبد المنعم بيطلع يتصعد. طيب النهارده انت الاهلي بيعمل ايه؟ السياسه اللي النادي الاهلي بيعملها، سياسه النادي الاهلي حط لعيبه خبره، يعني وليد سليمان ممكن، انت النهارده احمد حمدي ده لعيب جامد جدا وحاطط في شروط العقد في بيعه ان الاولويه لرجوعه للنادي الاهلي، او انت مثلا حاطط احمد ياسر ريان اعاره بره سنه وعارف ان احمد ياسر ريان هيجي لك. طيب هل احمد ياسر ريان حاليا هل هو مثلا بامكانيات جون اجاي كخبره، ولا النادي الاهلي يقول لك لا احمد لعيب مستقبله في النادي الاهلي وجاي؟ مش عايز افتح معاك في النقطه دي، لان احنا يعني في وجهات نظر مختلفه كتير قوي في الكلام، تمام، بس انا النهارده عندي مثل بسيط جدا هقول لحضرتك عليه، احمد رمضان بيكهام حلو الاهلي سابه حلو، النهارده الاهلي عايز يرجعه تاني رقم كبير، يعني انت شايف القصه دي ازاي برضو؟ ما يعني هي معادله صعبه زي ما حضرتك بتقول، معادله ان انا اصعد للفريق الكبير، ان هو زي ما انت بتقول في الكوره فيها وجهات نظر كتير، الكوره فيها متغيرات كتير جدا. احمد رمضان لما اتباع
او مشي من النادي الاهلي في الوقت ده برضو اللي موجود في النادي الاهلي او اللي بيلعب في مكانه، انت بتتكلم في مين؟ انت بتتكلم في حسام عاشور وعمرو السوليه وكان اكرم توفيق ده موجود وي 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 وي. فهنا هل هو كان اداؤه اداؤه يفوق حسام عاشور في الوقت ده؟ لا، فهو مشي في الوقت ده. مش معنى ان هو مشي فهو وحش، بيتميز بره. وزي حسن مصطفى بتاع النادي الاهلي لما مشي وراح الاتحاد، ما هو راح مشي برده كده، وبعد كده احنا اشترينا تاني، النادي الاهلي اشترى تاني. مش معنى انت اشتريته، هي الكره فيها متغيرات ما فيهاش ثوابت، ده حقيقي. بتربط معاك في لعيب، تربط معاك في اتنين، تربط معاك في تلاتة، لعيب تاني بيطلع بره النادي بس بيتألق. الناس دايما بتبقى فاكره كابتن اللاعب ان اللي النادي بيسيبه ببلاش ويرجع يشتري بفلوس. يعني انا ممكن زي ما حضرتك بتقول احنا مصعدين 10 ومصعدين في كل الانديه، بس الناس دايما بتفضل ملاحظتها على اللعيب، انا ربيته وكبرته وجيت في الاخر سبته ورجعت اشتريته تاني. ما انا قلت لك نتيجه المتغيرات يا كابتن محمد، المتغيرات اللي بتحصل في اللاعب. هو اللاعب لسه برضو، مش معنى ان هو كان مواليد 97 وهو عنده مثلا 18 سنه او 19 سنه عنده نضج كامل، فهو النضج ممكن يكتمل. هو الولد بيكتسب خبرات، اما راح المنتخب فلعب ماتشات افريقيه كتير فجمد فبقى كويس. المرحله دي دلوقتي النادي الاهلي بيبص حسام عاشور هيبطل، هو لعيب كبير ولاعيب بس سنه الحياه. يعني حسام هيلعب كم موسم؟ هيكمل كم موسم تاني؟ يعني ربنا يديله الصحه، اتمنى انه يكمل 10 مواسم 20 موسم كمان. لا لا، هي الكره انا بكلمك على سنه الحياه. مظبوط. فالنهارده اما بيبص على البديل او يبص على الولد ده، هو مشاه بس كان موجود قبل. حضرتك نطلع فاصل ونرجع نكمل. اتفضل اتفضل. نرجع نطلع فاصل يا جماعه ونرجع معاكم مره تانية بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع الكابتن بيبو. اللي حابين نرجع بيه كده بالذكريات شويه كده ونسال حضرتك عن منطقه القاهره ومنتخب القاهره في 2005 اللي سافر اليابان، وحضرتك كنت المدير الفني للمنتخب لمنطقه القاهره. عايزين نعرف اجواء المنتخب وفكره تجمعات المنتخب وتكوين منتخب لمنطقه القاهره في مرحله البراعم، وان انت تروح انديه وتدور على ناشئين وتختارهم وتعمل قوام اساسي. حابين نتكلم عن التجربه دي يا كابتن. لا، هي فكره كويسه. يعني انت بتجمع لعيبه طبعا، انت بتعلمهم من الصغر كده ايه التجمعات وايه المنتخبات. بنخرج بره النادي شويه، يعني انت دايما الولاد مثلا المقاولين العرب فبيتجمعوا ال 20 لعيب بتوع المقاولين مع بعض، انما لما بتلاقي خمسه من المقاولين وخمسه من الاهلي وخمسه من انبي وخمسه من مثلا الشمس، اربعه من الفرق اللي هي فرق القاهره. فرق القاهره يعني طلع الجيش. فالفرقه دي ما بيتجمعوا مع بعض بيبقى يوم عيد بالنسبه للولاد، فهم بيبقوا حاسين ان هم في منتخب مصر. طبعا هي فكره كويسه جدا وفكره جامده جدا. طبعا هي بيبقى يعني لها اهداف. انت عارف ان هم يعني بداوا يعملوها من السنين اللي فاتت، بداوا ياخدوا السن الصغير شويه. بداوا ياخدوا السبعه والثمانيه والتسعه، ولكن يعملوا تجمعات للاولاد في المرحله. لما بيبقى في مرحله معينه بيبقى لها هدف معين في نهايه السيزون، عندهم بطوله اللي هي بطوله اليابان اللي هي بتتعمل في طوكيو دي. فطبعا زي ما بقول لحضرتك هي يعني حاجه كويسه جدا، ولكن برضو اولياء الامور. يعني يعني مش عايز اقول لك الناس مستعجله جدا. بتحس ان الولد اللي مش هيسافر او دي نهايه المطاف، الولد اللي ما اتاخدش منتخب القاهره بيعيط بيزعل. بتاثر عليه بشكل نفسي كبير جدا، ودي بتاثر عليه في الكوره. طب هو هنا انتوا بتعملوا قوام المنتخب، اختيارات حضرتك بقى في لنوعيه اللعيبه للمنتخب بتختارها بناء على ايه؟ اصل انت هنا انت عديت مرحله النادي، انت بتختار للنادي غير لما بتختار للمنتخب. يعني انت في النادي معاك الحريه ان انت تختار 20 لعيب تختار من بره بيبقى عندك، لكن انت هنا بتبقى ملتزم بعدد معين في المنتخب. اختياراتك بقى بتبقى هم بص يا استاذ محمد، هو في الاول يعني انا مسكت منتخب القاهره ده موسم، فكنا عندنا توسيع قاعده، كان الموسم ده قبل سفريه اليابان. تمام. يعني قبل السفريه بتاعه اليابان، فانا خدت عناصر كتير جدا، خدت من انبي وخدت من المقاولين وخدت من طلاع الجيش. كانت منطقه القاهره ايامها عندها ناس عظماء، يعني مثلا واحد زي كابتن ابراهيم عبد الصمد، واحد زي كابتن عبد الفتاح عباس. كانت في لجنه فنيه، اللجنه الفنيه دي بتقعد فبتختار لك لعيبه كتير جدا، تجيب لك مثلا من يعني اول تجمع ممكن يبقى فيه مثلا مع حضرتك 40 لعيب. انا فاكر كويس جدا، كان معايا 154 لعيب. يا نهار ابيض، اقسم لك بالله 154 لعيب. عشان عملنا تقسيمات طبعا. تقسيمات طبعا، الكل كان عايز يبقى موجود في المنتخب. وانت عارف بقى، انت عارف اولياء الامور لما بتاخد لعيب بقى انت احسن مدرب في مصر، يا عالمي يا نجم مصر. لما ما بتتاخدش يا ابن اللذينه، مش عايز اقول لك يعني تبقى الامور صعبه بالنسبه لك.
فعانينا شويه في الموضوع ده. فاللجنه الفنيه كانت بتختار لك لعيبه. في الاول انت بتصفي اللعيبه بتعمل تقسيمات وبتاع، لغايه ما انت قفلت على الفرقه وبقوا في الاخر 24 لعيب. اختياراتك لل 24 لعيب برده مش هم اللي هيسافروا المنتخب. انت بتخلي ال 24 لعيب معاك في المعسكر لغايه اخر حاجه خالص بتعملها. يمكن انا بقى اعتذرت، كان كلمني استاذ حمد الشربيني وكابتن نافع عبد الله. كابتن نافع فكان عندي شويه ظروف خاصه بيا كده، فاعتذرت عن المنتخب ومسك الاخ والصديق الفاضل العزيز كابتن علاء عبده، من المدربين المحترمين جدا، بنبعت له تحيه لان هو من المدربين الشاطرين فعلا. احنا كنا معاه في اسكندريه منتخب 2005 قدام منتخب اسكندريه 2005. طبعا من الناس الشاطره جدا، والراجل كمل المسيره بشكل جيد. اختياراته الموسم اللي بعده بفضل الله الراجل راح رفع راس مصر وخد الميداليه البرونزيه وعمل نتائج كويسه جدا جدا جدا، وده الطبيعي من المصريين ومن اللعيبه ومن المدربين. مصر مليانه مواهب مدربين ولعيبه، والناس راحت هناك شرفوا مصر وشرفوا الدنيا كلها وعملوا موسم كويس جدا في تدريب الموسم. انا اقصد ان الموسم اشتغلوا مع بعض موسم كامل تدريب. الراجل عمل معسكر كان في العين السخنه وسافر، ومعسكرات في اسماعيليه ومعسكرات في اسكندريه، وجمع الاولاد وقفل عليهم لغايه ما انت في الاخر بتسافر ب 16 لعيب فقط لغير. طبعا انا عارف ان العدد قليل جدا جدا، السفريات اللي بره دي بتبقى غصب عنك بيبقى العدد محدود. لو طولت ان انت تاخد معاك في سفريه زي دي 25 لاعب، يعني لو علاء كان معاه 25 لاعب انا متاكد ان كان ممكن ياخد البطوله. لان برده انت ضغط مباريات هناك. صحيح. بتلعب في اليوم مباراتين في اليوم الواحد، اليوم الواحد مباراتين. يمكن انا كنت قبليها في سفريه بدبي مع النادي الاهلي، كان الولاد برضو بنلعب مع برشلونه وريال مدريد وليفربول وسيلتا فيجو، بتلعب ماتشين في اليوم، فبرضو سافرنا 12 لعيب. فطبعا دي مؤثره بقى. احنا كسبنا كندا وكسبنا الامارات 4 وخسرنا مباراه من سيلتا فيجو. فانا اقصد ان العدد القليل يتعبك شويه. فانت لو معاك عدد كبير في السفريات اللي بره دي بتفرق معاك، ولكن زي ما بقول لك هي سفريه كويسه جدا بس مش نهايه المطاف، لان صحيح. زي ما قلت لك الكوره فيها متغيرات كتير، مش شرط ان انت سافرت منتخب القاهره. يعني انت رسالتك ايه لاولياء الامور يا كابتن؟ رسالتك يعني ايه لاولياء الامور في المرحله دي بالذات ومنطقه القاهره وما ادراك ما منطقه القاهره؟ لا الموضوع فيه صراع جامد جدا، موضوع الناس حاسه ان الولد لو ما سافرش ان دي كده خلاص نهايه المطاف. زي ما بقول لحضرتك في لعيبه كتير جدا في السن الصغير ده ما لعبتش في ولا منتخب. نجوم كبيره لو قلت لك اساميها هتتخض. هتتخض. يعني في لعيبه كانت عندها 14 سنه و16 سنه وفي منتخب مصر بتعمل ما اتحطوش مره في منتخب مصر. وكانت لعيبه اللي موجوده في المنتخب ولا تسمع عنهم اي حاجه دلوقتي. حياه بقى الظروف الدنيا الله اعلم، ممكن كانوا لعيبه جامدين جدا، ولكن زي ما قلت لك الكره فيها متغيرات كتيره جدا. تلاقي لعيب تاني بقى وهو بيلعب فريق اول فريق بقى في منتخب مصر وسافر كاس عالم وسافر اليابان وسافر مش عارف فين وسافر فين، وتلاقي الدنيا مختلفه تماما. فانا بقول لاولياء الامور شويه هدوء. يعني يا رب ان الولد دلوقتي عايز يتمرن كويس، مرحله التكوين، عايز يتطور، عايز يشتغل كويس. اشتغل كم مره بالشمال، اشتغل كم مره باليمين، عمل كم اوفر، عمل كم باص، اهتميت بالناحيه البدنيه عنده، اكلته كويس ما اكلتوش كويس. انما الناس مستعجله جدا. معايا فيديو كده لحبيبك الكابتن اكرام اللي كنت لسه بتكلمنا عليه دلوقتي. فعايزين نطلع نشوف التاني لسه ونرجع تاني. في كابتن اكرامي في حراسه المرمى وعينه الحلوه في الاكتشاف الحراس للفريق الكبير. شفنا تصعيد مصطفى شبير، لسه في لعيبه حراس مرمى ممكن الفتره الجايه نشوفها مع الفريق الكبير في المعسكرات ان شاء الله باذن الله. يعني بس مش عايزين نستعجل عليهم لان الولاد لسه برضو نقدر نقول عليهم عضمان طري شويه، لكن في ولاد مميزين في القطاع ان شاء الله في خلال السنوات اللي جايه باذن الله يبزغوا مع الفريق الاول ان شاء الله. وعلى فكره كل حراس مرمى النادي الاهلي في القطاع كلهم حراس المنتخبات في جميع الاعمار السنيه بالنسبه للمنتخبات يعني، فان شاء الله في خلال فتره قريبه يكونوا موجودين مع الدرجه الاولى باذن الله. حابين نعرف من الكابتن صبري رايه ايه في المباراه النهارده رغم الهزيمه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا طبعا الحمد لله النهارده كنا بنلعب النادي الاهلي، طبعا النادي الاهلي اسم كبير وفرقه طبعا كويسه جدا واخده البطوله السنه اللي فاتت. الحمد لله يعني احنا قدرنا ندير المباراه. الشوط الاولاني طبعا كنا قافلين الملعب، الحمد لله يعني طلعنا تعادل. الشوط الثاني برضو غلطه من الدفاع، بس الحمد لله الشباب كانوا رجاله عملوا اللي عليهم. وطبعا بنبارك لفريق النادي الاهلي، طبعا يستحقوا الفوز.
واحنا الحمد لله يعني الشباب عملوا اللي عليهم وقدر قدر خيرهم يعني الحمد لله. المباراه كانت ماشيه سجال لحد اخر دقيقه، المقاولين كان يقدر يخطف التعادل ويقدر يعني اكتر من التعادل كمان، لكن هي الكوره كده. طبعا هي الكوره كده، يا اللي بيجيب هو اللي بيفوز، اللي بيقدر يسجل هو اللي بيفوز. احنا جات لنا كذا فرصه في اخر خمس دقائق، كنا نقدر نتعادل ونقدر نكسب، بس طبعا عندنا قله الخبره برضو فرقت معانا، لان عندنا يعني الحمد لله اللعيبه برضو يعني عملوا ماتش كويس جدا وكتر خيرهم يعني الحمد لله، هو نصيب. طموحك كابتن صبري مع فرقه 2000 السنه دي في الدوري ايه؟ هو طموحنا ان شاء الله احنا نصعد مع النادي الاهلي طبعا للمربع الذهبي، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه ان شاء الله في التصفيات، نقدر ان شاء الله باذن الله. احنا هدفنا ان احنا دايما نعمل حاجه كويسه لنادي المقاولين، نطلع مواهب كويسه، لعيبه كويسه لنادي المقاولين تقدر تفيد النادي وتقدر تفيد الفريق الاول. وتاني حاجه بنركز ان احنا ان شاء الله نبقى ناخد مركز كويس مع النادي الاهلي، مع نادي الجيش، مع في كذا فرقه كويسه. طبعا بنحترم كل الفرق، بس احنا برضو النادي المقاولين، فان شاء الله احنا برضو بننافس على ان احنا ناخد مركز اول او مركز ثاني ان شاء الله. حابب اخد حضرتك في سكه ثانيه بقى كابتن صبري، الاستثمار الرياضي وحضرتك عامل يعني في شغل فعلا الناس شايفاه على ارض الواقع. عايزين نعرف تجربه حضرتك في الاستثمار الرياضي في مصر. والله هو الاستثمار الرياضي في مصر يعني مش اي حد بيشتغل فيه. الاستثمار الرياضي اولا المنظومه كلها لازم تستفاد، الحمد لله اولا النادي، ثانيا المسؤول عن المنظومه، ثالثا اولياء الامور، رابعا اللعيبه، بيستفادوا كويس جدا الحمد لله. في شغل كويس، في لعيبه كويسه، في فرق كويسه. انا شغال كمان ان انا بقدر اسجل الماتشات واقدر اسوقهم في انديه كويسه وبره كمان. اللي هو مش قادر ياخد فرصه احنا لا بنديله الفرصه ونقدر نجهزه كويس، بس بنختار النوعيات اللي هي تقدر تستفاد بعد كده. يعني احنا مش موضوع ان اي حد يقدر يلعب او اي حد يقدر يدفع هو اللي يبقى موجود، لا احنا بناخد المميز اللي يقدر هو يستفاد وفي نفس الوقت يقدر يعوض. الكابتن صبري ماشي على يعني ماشي ازاي في حته الدفع؟ لانه طبعا الاستثمار الرياضي فيه فلوس بتدفع، اكيد طبعا. قادر تمشي بالتوازي مع اللعيب اللي ممكن ما يبقاش عنده الامكانيات الماديه انه يدفع عشان يبقى داخل الفريق، قادر تمشي الموضوع ازاي؟ والله والله حته اللي ما يقدرش يدفع دي يعني هي مشكله. طبعا لو حد جالي كويس جدا ومميز جدا بقدر اوديه للفرقه الثانيه اللي هي بتاعتنا طبعا تبع القطاع، لكن اللي عندي ما لازم كله يدفع، فاهمني؟ بس في نفس الوقت هم بيستفادوا طبعا، بيتمرنوا في نادي المقاولين، بيلعبوا باسم نادي المقاولين، بيلعبوا دوري قوي، بيلعبوا فرق قويه الحمد لله ماشيين مركز ثالث في الدوري، فهم بيستفادوا كويس جدا بالنسبه للاستثمار، لان اللعيبه دي كانت مغموره. اللعيبه دي ما مش يعني ايه ممكن ما كنتش حد قدر يظهرهم، حد يقدر يجهزهم كويس، لا انا بجهزهم وبشوف الحاجه اللي ناقصاهم وبشتغل عليهم، والحمد لله المستوى الحمد لله هايل جدا. والمستوى اديك شايف يعني عندي 4 5 لعيبه ان شاء الله يقدر القطاع يستفاد منهم. ورجعنا لكم تاني بعد التقرير معايا كابتن بيبو. حابب اساله بقى سؤال مهم جدا يا كابتن بيبو، دايما بساله كل الضيوف معايا في البرنامج، الاستثمار الرياضي. كابتن بيبو شايف الاستثمار الرياضي في مصر ازاي؟ والله يا محمد ما كنت عايز اتكلم في الموضوع ده، بس يعني لا انا شايف ان هو ممكن يبوظ الكره في مصر. يعني انا مش هكلم المدربين، لا انا هكلم اولياء الامور. لو بتدفع فلوس لابنك عشان يلعب كوره في نادي، لا ارحم لك ان انت لا يقعد في بيته افضل ويبص لاي حاجه تانية. لو هو ما عندوش الموهبه معنى ان هو بيدفع فلوس عشان يلعب في نادي فهو عادي او لعيب عادي، عايزه بقى يتمرن انا مش مشكله يتمرن، ادفع فلوس انه يتمرن تمرين كويس في شغل كويس في جيم في تمرين عند حد كويس بيشتغل معاه، مفيش مشكله بالنسبه لي خالص. انما نادي ياخد فلوس من ولد عشان يلعبه عشان بيلعب دوري، فده انا شايف ان ده ضحك على معلش احنا وقت الحلقه مر مع حضرتك بسرعه جدا حبيب. جدا يعني انا مش عارف اقول لحضرتك ان احنا الساعه عدت ازاي. احنا بس من بروتوكولات الحلقه ان حضرتك مدينا على الكره يعني حابين ناخد من حضرتك كده امضى على الكره تحت. بسم الله خليك زي ما انت كابتن. اتفضل فيش حاجه. طبعا بشكر الكابتن بيبو على تشريفه لينا النهارده، وان شاء الله على وعد باذن الله انه يبقى معانا في حلقات جايه كتير باذن الله. هنطلع كده، هنطلع بعد الكابتن
اعزائي المشاهدين في كل مكان، بنشكركم على الوقت الجميل اللي قضيناه مع كابتن بيبو. احنا معانا فيديو اخير كده هنطلع ونسيبكم معاه بقى ان شاء الله، على امل ان نلتقي بكم ان شاء الله في الاسبوع القادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة الصحة والجمال في كل مكان، برنامج صرخة ناشئ من استاد سبورتنج. الحدث الأهم النهاردة منتخب منطقة القاهرة، منتخب اسكندرية، معايا ومعاكم الكابتن حمادة الشربيني رئيس منطقة القاهرة. كابتن حمادة، نحب نعرف الجمهور النهاردة على الحدث الرياضي المهم النهاردة، التجمع الكبير اللي ما بين منتخب القاهرة ومنتخب اسكندرية. اولا طبعا بشكركم على التغطية الممتازة اللي انتم قمتوا بيها النهاردة، وبشكر طبعا فريق العمل بتاعك كله. وبرضه في نفس الوقت طبعا لازم نشكر منطقه اسكندريه بقياده الكابتن الحاج عامر، اللي بصراحه يعني عامل لنا كل التسهيلات النهارده. ابتدينا النهارده بماتش 2006 ده احنا بنجهزه عشان عندنا بطوله اليابان الدوليه ان شاء الله في شهر 4 اللي جاي. كانت مباراه كانت ممتازه، واحنا يمكن كنا اصرينا حتى مع الحاج عامر ان احنا نستعين حتى بالفريق بتاعهم حتى ان هم يطعموه ب 2005 و2004 عشان تبقى احتكاك قوي بالظبط كده. احنا بنقابل برضو هناك منتخبات قويه طبعا من البرازيل وارجنتين، المانيا، فرنسا، انجلترا، فكان لازم نعمل احتكاك قوي شويه فعلا. وكانت فعلا مباراه ممتازه، واعتقد ان الكابتن تامر حفني يعني استفاد جدا من المباراه، وطلع طبعا بالهيكل الاساسي اعتقد او العمود الاساسي للفرقه في المباراه. المباراه اللي هتقام دلوقتي النهارده ان شاء الله برده دي 2005 برده عشان برده نعرف برده الساده المشاهدين ان هم خدوا المركز الثالث، الميداليه البرونزيه في بطوله اليابان السنه اللي فاتت. مجهود رائع منهم، وعندنا ان شاء الله برده مباراه برده قدام باذن الله في شهر يناير مع منتخب امستردام في هولندا ان شاء الله شهر يناير باذن الله اللي جاي دوت. فبرضه يبقى عدد منتخب 2006 ولا 2005؟ الاثنين باذن الله، الاثنين ان شاء الله في شهر 1 ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. كنت حابب اسال حضرتك على السؤال ده بس حضرتك جاوبته، يعني استعداداتكم لبطوله اليابان، يعني في مباريات وديه الفتره اللي جايه في لقاءات خارجيه وداخليه، ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ بص احنا متبنين هذه المنتخب دوت اللي هو طبعا 2005 بنعده، احنا مستمرين يعني احنا الكلام ده كله يعني قلنا لهم السنه اللي فاتت ان احنا المنتخب ده مستمر، مش عشان مثلا بطوله احنا بنعدها والفريق طبعا بيتسرح والكلام ده كله، الكلام ده ما عندناش. احنا صرفنا على الفرقه دي السنه اللي فاتت كويس، عملنا لهم اعداد جامده جدا السنه اللي فاتت، فطبعا كان حرام المجهود ان هو الكابتن علاء عمله وجهازه الفني ان هو طبعا يعني يديها بقى، لا احنا استفدنا بيهم وكملنا بيهم، بطعمناهم طبعا بناس ثانيه، وان شاء الله برضو يعني هنبتدي برضو ماشيين برضو على الخط دوت بحيث ان احنا نقدر نستفيد بيهم. وطبعا في الاخر طبعا احنا بنعمل كل ده عشان منتخب مصر ان هو يعرف يستفيد او يطلع بعناصر بيه، زي ما عملنا كده قبل كده لما كابتن ربيع ياسين برضو استعان برضو بناس كتيره جدا من المنتخب بتاعنا طعامه طبعا في فريق الشباب بتاعه. في ناس كتير قوي ما تعرفش يا كابتن حماده عن بطوله اليابان، حابب احط بس نبذه بسيطه كده، اهم اشهر اللعيبه اللي كانت منتخب القاهره اللي اتصعد بقى دلوقتي حاليا بقى بيلعب في اهلي وزمالك فرق كبيره. لا ده احنا عندنا ابطال، ده احنا عندنا نجوم، ما شاء الله يعني، سواء في نادي الاهلي نادي المقاولين. زي مين بقى دولي؟ لا ده احنا عندنا كان كابتن عماد وعماد متعب واحمد بلال، لا ده احنا عندنا شريف، احنا كان عندنا ناس ما شاء الله يعني، مش عايز اقول لك يعني النهارده كل ما بنفتكر وبنقول لهم الكلام دوت، احنا بنقول لهم يعني انتوا ان شاء الله هتبقوا نواه باذن الله للمنتخب الكبير، يا رب ان شاء الله نعيش بس ونشوفهم باذن الله ان هم يكملوا باذن الله، ونشوفهم كده ابطال ونجوم كده يخدموا كده منتخب بلدهم، وهم الحمد لله هم عندهم الحته دي، يعني لما بيلعبوا باسم مصر الولاد بصراحه يعني عندهم روح جميله، وانا لمست بيهم يعني في جميع سفرياتي معاهم لمست فيهم الروح دوت، وما شاء الله برده في نفس الوقت عندهم التزام يعني ما شاء الله عليهم، يعني سواء حتى في مدارسهم حتى يعني ملتزمين ومتفوقين دراسيا. البطوله لما نجحت عندهم في اليابان هم بداوا يفكروا ان هم يعني زي ما هو يعني ماشيه معاهم يعني شكرا لحضرتك، شكرا لك.
كابتن نافع اهلا بحضرتك. يمكن طبعا انا مش اول مره اجي طبعا اجي نادي سبورتنج وكذا مره يبقى في دعوه برده من الحاج عامر وبنشكره طبعا على الاستضافه الجميله دي. يمكن احنا كنادي اهلي كنا كل سنه بنيجي بنعمل مهرجان في اول موسم وفي نص السنه، وانا يمكن دي اول مره اجي مع منتخب القاهره، يمكن ده ثالث تجمع للولاد، وحبينا نعمل لقاء مع اسكندريه. طبعا منتخب اسكندريه منتخب قوي جدا عشان برضه نقدر نقيس الولاد عندنا ونقدر نقيم الولاد، عشان احنا دلوقتي في فتره اختبارات للولاد وتقييم ليهم. في ماتش النهارده في حد من الاولاد لفت انتباه حضرتك؟ الولاد ولادنا كلهم كويسين طبعا، لكن احنا بنشوف وبرضه بالنسبه للولاد بنشوف الاحتكاكات بالنسبه لهم ايه، وصلوا لغايه قد ايه في النادي بتاعهم، ويمكن ده مقياس بالنسبه لي المشاهده والرؤيه بالنسبه لي في المباريات اهم من التدريبات يعني. ممكن حضرتك تقول لنا مستعدين ازاي لسفر اليابان ان شاء الله؟ والله في معسكرات كتير ان شاء الله هنعملها، يمكن هنبتدي نوقف البطوله 2006 كتير، عشان انا يمكن طالب معسكرات كتيره يا اولاد وطالب تجمعات كتيره ومباريات، عشان نقدر نقف برضه زي ما قلت لحضرتك على الاقوام الاساسي اللي نقدر نسافر بيه ان شاء الله ونحقق بطوله ان شاء الله. طيب نقدر نعرف ميعاد السفر اليابان ان شاء الله هيكون امتى؟ هو في شهر 4، بس امتى بالظبط مش عندي توقيت بالظبط، بس غالبا هو في اخر 4 ان شاء الله.